بعض الأخبار السريعة معانا هنا في المحترف. على سبيل برشلونة، برشلونة في خبر بيقول إن برشلونة بيطارد مدرب مدريدي. الحقيقة أول أخبارنا النهاردة كانت مفاجأة كبيرة لكل أنصار برشلونة الحقيقة، بعد ما كشفت بعض التقارير على إن المدرب الأسباني الشاب ونجم ريال مدريد السابق تشابي ألونسو ضمن خطط برشلونة لمنصب المدير الفني. طبعا عارفين ان تشافي طبعا اعلن عن رحيله بشكل رسمي عن تدريب برشلونه مع نهايه الموسم الحالي. صحيفه سبورت قالت ان اداره برشلونه بتحلم بالتعاقد مع تشافي الونسو، طبعا المدرب العبقري يعني في المانيا طبعا تحت او بقياده باير ليفركوزن كمان دلوقتي لقمه البوندسليغا. اشارت هذه التقارير ان تشيلسي ان تشافي طبعا نجل لاعب تاريخي للبارسا هو بيركو ألونسو، كان بيتمتع بتقدير كبير جدا جدا في ألمانيا يعني، وهو من الحقيقة المدربين مش هقول لك الصاعدين، هو مدرب يمكن ظهر في فترة صغيرة جدا بمستوى رائع على مستوى البوندسليغا، محقق أرقام قياسية، لسه فايز على البايرن الأسبوع اللي فات، متصدر الدوري الألماني، ما اتغلبش يعني بقاله تقريبا دلوقتي داخل على اكتر من 40 مباراة خلال السيزون في البطولات المختلفة لم يهزم. الحقيقة ارقام كبيرة جدا بتدل ان تشابي ألونسو من المدربين العظماء القادمين بشكل جيد جدا. ولو كان الناس بتتكلم على ريال مدريد، فانا بقول لحضراتكم كمان ان ليفربول مهتم جدا 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 بالتعاقد مع هذا المدرب. المدرسة الألمانية الحقيقة في ليفربول أثبتت نجاحها من خلال 8 سنين مع يورجن كلوب، وكانت تجربة أكتر من رائعة الحقيقة، مشروع عظيم قدمه يورجن كلوب لليفربول. وبالتالي تشابي ألونسو من المدربين اللي اشتغلوا في ألمانيا، لعب في ألمانيا كتير جدا، عنده ثقافة الدوري الألماني وعنده نجاحات كبيرة جدا جدا. وبالتالي أنا في اعتقادي الموسم أو الصيف اللي جاي هيكون فيه صراع كبير جدا بين أندية كبيرة منها ريال مدريد وليفربول للحصول على خدمات تشابي ألونسو. خبر كمان كان خبر مهم جدا وخبر تاريخي الحقيقة، غياب السامبا عن أولمبياد باريس. ده خبر كمان حزين ليه طبعا عشاق الكرة بصفة عامة، يعني بعد ما تأكد غياب منتخب البرازيلي عن أولمبياد باريس اللي هتقام في شهر يوليو المقبل. حقيقة امبارح منتخب الأرجنتين تأهل لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية بعد فوزه على البرازيل 1-0، وحجز منتخب باراغواي البطاقة الثانية عن قارة أمريكا الجنوبية. لغاية دلوقتي اتأهل للأولمبياد 12 منتخب على مستوى فرنسا، الولايات المتحدة، جمهورية الدومينيكان، وممثل طبعا الكونكاكاف، وأسبانيا، كرواتيا، والكيان المحتل ممثل أوروبا، إضافة للمنتخب الأرجنتيني وباراغواي. الحقيقة كانت مفاجأة كبيرة، لأن المنتخب البرازيلي الحقيقة على مستوى الأولمبياد محقق نتائج كبيرة جدا، ويعني بقاله يعني دورات كثيرة جدا جدا متواجد في البطولة أو في الأولمبياد. الحقيقة خروجه وعدم تواجده في باريس في أولمبياد باريس السنة دي هيكون يعني خسارة للكرة العالمية الحقيقة، لأن المنتخب البرازيلي كمان من المنتخبات القوية جدا جدا جدا، وعنده صولات وجولات كبيرة جدا على مستوى الأولمبياد. يعني دايما بفتكر يعني كان حتى في أولمبياد لندن 2012 كان جيل رائع، يعني كان لسه بقى بيبدأ يعني بعض النجوم الكبار زي نيمار، كان متواجد دي سيلفا، ويعني يعني نجوم كبيرة جدا بتخرج من الأولمبياد. وده الهدف الحقيقة من هذه الدورة، دورة كبيرة جدا على مستوى العالم، من أكبر المناسبات الرياضية في العالم. إن شاء الله منتخبنا المنتخب الأولمبي متواجد في هذه الأولمبياد. نتمنى إن شاء الله إن هذه الأولمبياد أو هذه الدورة أو منتخبنا إن شاء الله يكون كمان عنده قابلية إن شاء الله إن إحنا نعدي دور الثمانية ونوصل لأبعد نقطة في هذه الأولمبياد. ده هدف من الأهداف، والهدف الأكبر إن إحنا نفرز من هذا المنتخب على الاقل 5-6 لاعبين يكونوا متواجدين في منتخب مصر الاول في الفتره الجايه. مهم جدا، خلاص انت اللاعب اللي عندك بيلعب اولمبياد عنده 23 سنه، يعني لو ما اشتركش في المنتخب المصري وخد خبرات دوليه كتيره اعتقد الامور هتبقى صعبه.
وده الهدف الحقيقه من المنتخبات سواء منتخب شباب او اولمبي، ان احنا بنعمل بطولات. مهم جدا انك تشارك بقوه، ولو قادر تحصل على هذه البطولات، لكن كمان مهم جدا انك تفرغ من هذا المنتخب عناصر مميزه للمنتخب الاول، وهو دوت الهدف الرئيسي. كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا الاولمبي. النهارده كمان في خبر ان الويفا بيكشف عن كوره نهائي دوري ابطال اوروبا. طبعا النهارده الاتحاد الاوروبي الويفا كشف عن الكوره اللي هيتلعب بيها الادوار النوك اوت ستيج، اللي هي الادوار المقبله ان شاء الله من دوري ابطال اوروبا السنه دي. وفقا للموقع الرسمي للويفا، الكوره الجديده هتظهر في الادوار الاقصائيه من دوري الابطال، بالاضافه طبعا للمباراه النهائيه. اشارت ان التصميم الخاص بالكره يعود للمدينه المضيفه طبعا للنهائي، وحضراتكم عارفين النهائي هيبقى في لندن. يتضمن طبعا الكره رسومات نابضه بالحياه، تضمن اسدين شعار لندن، وتابعت الشركه ان في رمز الاسد يعني بيرمز الى التاريخ والثقافه الفنيه لانجلترا وعاصمتها طبعا لندن. كمان قال انه بيمثل الشجاعه وقوه اللاعبين، يعني بيدوا كمان للبعض للكوره حتى بيديها رموز للمدينه اللي هتلعب فيها المباراه النهائيه وهي لندن. دوري الابطال طبعا النهائي دوري الابطال في 2024 هيبقى يوم 1 يونيو في لندن ان شاء الله على ملعب ويمبلي الشهير.